صباح النور. عن جد آسف بسببي بقيتي هون. طالما أنت جنبي مو حاملني حدا أبدا. خليك صباح الخير. أهلين. لا تواخذنا فيقناكم. ولا يهمك، أصلاً كنا فايقين. كيفك يا قطة؟ خال أميرنا عندك؟ فوتي لعنده. يا زلمي هلكتنا من الصبح بالدميرنا. خال أميرنا حياتي. ليش أنت ضليتي هون؟ لأنه عمه مرضان. صباح الخير. صباح النور. جننتنا من الصبح بدي اياكي، اخذت عجناني وما خلصت. لا تواخذوني فيقتكم بكير. يعني شو صار يا زلمه؟ فطرتي حبيبتي؟ اشترى لي عمه زاهر فطيره. تعا. هلا بدي احضر لك فطور طيب كتير. ما بدي. ما بدي. هلا عادي احضري افلام كرتون وانا رح اجيب لك شيء طيب كتير. طلعت لقيت زلمة واقف تحت. أي زلمة؟ مبارح بالليل إجا جوزة لأمينة. هذا جوزة الحقيقي، كان مختفي. تاري الزلمة بالسجن. إيه؟ شو إيه؟ بده يشوف البنت. أوعك. طولي بالك يا عالبيت، ما فوتنا وقلعنا للزلمة. شو اللي أخذك عند الجماعة بالليل؟ اعذرني يا سيدي، هي بنتي وبدي شوفها. المحكمة عطتهم الوصاية على البنت. يعني ما بقدر شوف بنتي؟ أمينة ضللت العدالة وسترت على مجرم، لازم تنطر للجلسة الثانية. طيب ممكن يخلو سبيلها؟ باعتبار ساعدة رجال الشرطة بجوز المحكمة تخلي سبيلها بكفالة. اسمعني، ممنوع تقرب من هالعيلة أو تحاول تشوف البنت. عم تسمع؟ فهمت يا سيدي. عندي شغل لفوق راسي وماني فاضي لك. بفش خلقي فيك. خلص لا تخاف، ما بقى دايقون. سيدي هداك الزلمة اللي اسمه مصطفى لسه ما انكماش؟ لا انت ما بتفهم. سيدي بترجاك ترتاح شوي. ما رح ارتاح لحتى اكمشه. يمين عظيم اذا ما كمشته لاستقيل. يلا شوف لا لا يلا لك بسرعه خذها لنا هات يلا هات لك لهون يلا بريها لا تعطيها بسرعه لعندي يلا برافو شوف لك لهون يلا بدنا كل